هذه وفاء العرائش لكرة الطائرة. فهمت على هذا الدوري اللي نظموه، هي بادرة طيبة صراحة، الماتش كان مزيان، الأجواء هنا مزيانة، المهم مبادرة تستحق التشجيع والتنويه. كنشوفوا وليدات صغارين دري صغار كيشاركوا في التنظيم في التحكيم، المهم يعني كل شيء مزيان. كنشكركم حتى على الدوريات ديال الصيف، جابت المناسبة ديال البيتش فولي ديال الشاطئية، الكرة الشاطئية. الأجواء هنا كاملة مزيانة، المهم كامل الشكر لهذا الفريق هذا صراحة، البادرة هذه تستحق التنويه والتشجيع. شكرا جزيلا. كيفاش جات المشاركة ديال النادي ديالكم، نادي القصر الكبير، منين كتكون اللاعبين اللي كتكون منهم؟ هو صراحة الله الفريق ديالنا هو فريق القاعة المغطاة، يعني القاعة المغطاة فيها الباسكيت، فيها الهوند، فيها أنا على سبيل المثال كندير كرة اليد مع فريق الشباب القصري، وكاين الدراري كانوا كيديروا الباسكيت، وواحد من عندنا راه هو دابا ولا كيدير الفولي، يعني واحد اختصاصي في الفولي. زائد الشكر للسي عبد الجليل المدير القاعة اللي هو تاهويا كان فولي قديم. المهم فريق ديالنا تسمى فريق موعد مبتدئ، فهمتي، ممكن مع قادم الايام ان شاء الله نديروا فريق رسمي ونشاركوا في البطولة. ومن خلال المشاركة ديالكم كيفاش يمكن الدوري هذا يتطور يعني في المستقبل؟ والدوري صراحه زعما عنده يعني كيحمسك للمنافسه، كيخليك تعيش ديك الاجواء ديال المنافسه وكذا، يعني يقدر يكون واحد الدعم اساسي باش تكون واحد اذا اعتمد على بعض الفئات مثلا وصدع انه يخرج بعض اللاعبين يمكن ينضموا للفرق من هاد الدوري هذا. نعم. ضروري كنشوفوا بزاف ديال الدراري يمكن لهم بحال الدراري ديالنا من القاعه المغطاه بحال عبد الرحيم، كذا الدراري عندهم مؤهلات انهم يكونوا الملاعبيه ديال الكره الطائره. المهم كاين دراري بزاف، ماشي غير عبد الرحيم، دراري بزاف، خص غير الفرصه بحال هاد الدوري توا راه فرصه لهاد المشاركه الدراري انهم يبينوا على اللي عندهم. وكيبقى العمل ديال الاولى هو اذا عمل الفئات اللي كتكون الفئات الصغرى، الفئات الصغرى والفئات الشابه، يعني هي اللي يستقل الموهبه ديالها باش يمكن تساهم في يعني في تكون واحد بيبينير بدعم المستقبل ديال الانديه في المستقبل. وبحال هاد الدوريات هادو راه دائما كيكونوا هما اللي كينتجوا لنا الملاعبيه، حنا المغرب معروفين بالدوريات ديال الاحياء، هما اللي كيعطيو يا في الكره يا في الهوند يا في اي حاجه، لما كانوش دوريات الاحياء ما يكونش كاينه ملاعبيه وهادي، فهمت معايا؟ اذا المهم هو بالنسبه لهاد الرياضات الجديده اللي ما دخلتش ملاعب القرب، يعني كيفاش انتم كتشوفوا المستقبل؟ يمكن ملاعب القرب حتى هي تبقى يعني تكون ملاعب جديده بالنسبه للرياضه باش تكون ملاعب القرب في كره الطائره. دابا حنا على سبيل المثال في القصر الكبير ما عندناش كاع فرقه ديال الفولي، ها القاعه وما كاينش فرقه ديال الفولي، يعني خصنا نشوفوا فرقه بعدا ونمارسوا كذا عاد نفكروا في الملاعب القرب. اما بالنسبه للعرايش تبارك الله كاينه طاقات كبيرة، شباب، دراري صغار، براعيم، مينيم، دراري هنايا، يعني خص ملاعب وخص خص الناس ديال المجلس البلدي ودعم هذه المبادرة، وخص المبادرة تاعهم.